Tam etsek. Vatan. Şöyle. Il a commencé en 2008 et entre 2008 et maintenant il utilise plus de 100 personnes et ils produisent pour Zara. Swatin. D'accord, oui. Le cuir qu'on est en train de travailler actuellement, c'est un cuir bio. Il y a beaucoup plus les Français, les Italiens, les Allemands qui aiment ce cuir-là. Donc c'est un cuir free chrome. Et c'est connu en Europe maintenant, free chrome. Qu'est-ce que ça veut dire free chrome? Chrome, ça n'existe plus de chrome, c'est tous des tanins végétaux. Tout ce soit la chaussure, l'ameublement, tout c'est sans chrome. Donc c'est la nouvelle technologie, c'est le nouveau produit qui marche en Europe, surtout dans les pays européens. Voilà, donc maintenant on est des exportateurs, alhamdoulilah, on est en train d'exporter vers l'Italie, le Portugal, et un peu en Chine, pas beaucoup, mais un peu en Chine. والله هي أكبر تسهيل بالنسبة لنا إن احنا عرفنا نتواجد بقوة هو تقليص الاستيراد، تقليص الاستيراد بيبقى عقبة بالنسبة لأي إنتاج محلي في أي مكان يعني. فقط لا غير. شركة ديكوريكو مختصة في صناعة الزرابي، نصنعوها هي شركة تركية جزائرية، والصناعة تكون هنا جزائرية ستادير محلية. ننتجو الزرابي من الصفر حتى تولي زربية كاملة، والمنتوج تاعنا جزائري 100%. والجزائر قدمت لنا بزاف فرص اللي هي نقدروا نديروا الصناعه المحليه، ومام طون شركه تاعنا دخلت اكثر من 70 عامل اللي تكونهم. لو اعطينا ارقام قبل الكوفيد في سنه 2017-2018 كسنوات مرجعيه قبل الكورونا، كان استيراد حوالي 1 مليار و150 مليون دولار قيمه واردات الجزائر من المنتوجات النسيج سنويا. شوفوا الحجم تاع الاستيراد لهذه المنتوجات. وكذا 200 مليون دولار قيمة واردات الجزائر من منتوجات الجلود سنويا في سنة قبل جائحة كوفيد، أي ما يعادل 3% من الفاتورة الإجمالية السنوية للاستيراد، وهي نسبة عالية تعكس حجم السوق الجزائرية وأهميتها كسوق واعد للاستثمار في الصناعة النسيجية والجلود، حيث تسعى وزارة الصناعة في مخطط عملها المستمد من برنامج السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وكذا مخطط عمل الحكومة، إلى إعادة بحث اقتصاد وطني قوي متنوع ومستدام.